السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة، معاكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة 27/8/2021 وانتهاء الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين الموسم الجديد 2021/2022. متابعينا الكرام، اليوم الفيصلي خسر امام الاتحاد 1-2، احرز هدف الفيصلي اسماعيل سيلفا ليما في الدقيقه 41، هدفي الاتحاد جم عن طريق النجم المصري احمد حجازي في الدقيقه الثالثه وايجور كورنادو في الدقيقه الاولى من وقت بدل الضاعه في الشوط الاول. الطائي خسر امام الفيحاء 1-3، احرز هدف الطائي ناولد موسونا في الدقيقه 45 من ضربه جزاء. اهداف الفيحاء الثلاثه لوبيز في الدقيقه 37 من ضربه جزاء و احمد مسعود في الدقيقه 40، ومالك عبد المنعم يسجل الهدف الثالث في الدقيقه 85. والمباراه الثالثه انتهت بالتعادل السلبي بين الهلال امام الباطن 0-0. امس الخميس، بعتذر اني ما عملتش فيديوهات امس الخميس 26/8/2021، كان عندنا ثلاث مباريات. الفتح فاز على الشباب 2-0، ابها تعادل امام الاتفاق 1-1، والنصر فاز على التعاون 3-1، احرز هدف النصر فينسنت ابو بكر في الدقيقه 91، عبد الرزاق حمد الله في الدقيقه 98، وعبد الرزاق حمد الله في الدقيقه 14 دقيقه، وقت بدل ضيع بعد ال 90، ده وقت ضيع كتير جدا بصراحه يعني. المهم عبد الرزاق حمد الله ضربه جزاء في الدقيقه 98 اللي هي الثامنه، الوقت بدل ضيع في الشوط الثاني، والدقيقه 14 في الشوط الثاني ايضا يعني الوقت الضائع ايضا يحرز الهدف الثالث عبد الرزاق حمد الله، يعني ثلاث اهداف جم في الوقت الضائع في الشوط الثاني. اما هدف التعاون جه عن طريق روميرو من ضربه جزاء في الدقيقه 88. خلينا نتعرف على، طبعا قلنا قبل كده ان الاهلي تعادل امام دمك 1-1، والرائد فاز على الحزم 2-0 مع بدايه الجوله يوم الاربعاء 25/8. تعرف على ترتيب فرق الدوري السعودي، ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، حاليا متصدر الدوري في المركز الاول الفيحاء بسبع نقاط، الهلال في المركز الثاني بسبع نقاط، النصر في المركز الثالث بست نقاط، الاتحاد في المركز الرابع بست نقاط، الرائد المركز الخامس بست نقاط، الاتفاق في المركز السادس بخمس نقاط، الفتح في المركز السابع باربع نقاط، ابها المركز الثامن باربع نقاط، الفيحاء في المركز الثامن باربع نقاط، الباطن المركز التاسع باربع نقاط، وضمك المركز العاشر باربع نقاط، الاهلي في المركز الحادي عشر بثلاث نقاط، الحزم المركز الثاني عشر بنقطتين، التعاون المركز الثالث عشر بنقطه، الشباب المركز الرابع عشر بنقطه، والطائي في المركز الخامس عشر والاخير بدون نقاط. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعين الكرام، متصدر الهدافين عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر في المركز الاول بثلاث اهداف، يتساوى معه ليندر توامبا لاعب التعاون. المركز الثاني عبد الله سالم او السالم لاعب الاتفاق بهدفين، واحمد حجاز النجم المصري لاعب الاتحاد، وتاليسكو لاعب او تاليسكا لاعب النصر ايضا، وايفير بنيغا لاعب الشباب، وجيلو تافريز لاعب الفيصلي، وميتشل تفريدي لاعب ابها، واوديون لاعب الشباب، واولا جون لاعب الحزم، ورائد الغامدي لاعب الرائد، وروبن كويسون لاعب الاتفاق، وفينسنت ابو بكر لاعب النصر، ويوسف لاعب الباطن، يوسف الجبلي لاعب الباطن، وانخيل دي روميرو او كامارا جامارا لاعب التعاون، ورامون لاعب الفيحاء، ومالك عبد المنعم لاعب الفيحاء ايضا. دول بقى سجلوا اهداف بعد كده، هدف واحد كل من اللاعيبه دي، وفي وليد ايضا، وليد ازارو طبعا اللي كان بيلعب في النادي الاهلي النجم المغربي احرز هدف، وكمان لاعب الاتفاق. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، رقم فيديو اخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.